أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو التصوف؟ الجزء الثاني. التصوف هو ركن أو فصل من أركان الإسلام أو فروع الإسلام، وهو الفرع الثالث الذي يسمى بالإحسان، ويقصد به الإحسان الإتقان والتمكن والإخلاص في الدين، ويسمى عامة باللغة العربية الدارجية بالتصوف. كما فرع الإيمان يسمى باللغة الدارجية باللغة العامة يسمى العقيدة، وهو فرع الإيمان. ففرع الإحسان في الدين الإسلامي يسمى بالتصوف. والتصوف أو الإحسان، قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما هو الإحسان، قال إن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لم تراه فإنه يراك. فالمعنى الأول والواضح إنه في إنك أنت بتعبد الله، وفي كلمة تكرار كلمة الرؤية، ويقصد بالرؤية المراقبة، وهي التي تأتي بهذا الإتقان في الدين. فهي هذه الإحساس بالمراقبة يأتي بحسن والإحسان في العبادة، هذه المراقبة والرؤية التي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في فإنه يراك، فإن كنت لم تراه فإنه يراك. هذه يسمى بالمراقبة ويسمى بالمشاهدة في التصوف، إنه أن تعبد الله كأنك تراه يسمى بالمشاهدة، إنك أنت تعبد الله بعد رؤية، والرؤية الله في الدين الإسلامي مثبتة وفيها إجماع، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم رأى الله. وفي الإسراء والمعراج أتى جبريل بالبراق، وسافر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس في الشام، ثم أعرج به على السماوات إلى أن وصل السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، ورأى البيت المعمور، وكان وجد فيه سيدنا إبراهيم الخليل الحنيف عليه السلام، ووصل شجرة المنتهى والعرش والكرسي، وصل شجرة المنتهى، والشجرة المنتهى يقصد بها انتهاء الكون وانتهاء ما خلق الله من العالم، وصل إلى حدود العالم المكون المخلوق. وهناك أعطاه الله رؤية الله، فرأى الخالق. فرؤية الله هي لأنها فيها المتعة واللذة. القرآن والحديث يقول قال الله ما زاغ البصر، إنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما رأى الله إنه رؤية الله كانت أعظم من كل شيء، فلم يلتفت إلى غيره، وهو من شدة الخير والحلاوة والمتعة التي وجدها في الله. والله قال عن نفسه في القرآن شديد المحال، والمحال هو المحلي أو الشيء مثل السكر يحل به الأشياء أو العسل، شديد المحال. إن الله ثابت وفيه المعنى الطيب، المعنى الحلو، المعنى الخير، لأن الله في وصفه هو خير وهو طيب وهو كامل الطهر قدوس، ففيه الأسماء الحسنى. ولكن رؤية الله هي لذلك هي متعة، ولذلك هي جزاء في الجنة. تكون إن الناس في الجنة يرون الله بالغداوة والعشي في وادي يسمى وادي المزيد، وهو وادي مصنوع من المسك الخالص، تتغلله الرياح فتبعث برائحته، ويكون في منابر من نور يقف عليها المرسلون والأنبياء والرسل والصالحين وأولياء الله الصالحين، فيرون الله في الجنة.
كل هذا مثبت في القرآن والحديث. والقرآن قال إنهم عن ربهم لمحجوبون، أي من العقاب إنه عدم رؤية الله وعدم معرفة الله وعدم التقرب إلى الله. ولكن هذا الإحسان في الدين، قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، أي إنك بعد رؤية. ولذلك أهم شيء في التصوف هو إنه التقرب إلى الله وطلب رؤية الله في الدنيا حتى تكون إثبات للإيمان. قال الله زادتهم إيمانا، حتى يثبت الإنسان في دينه ويعبد الله بإخلاص ويعبد الله بإتقان وبإحسان نابع عن مشاهدة حقيقية لوجود الله، وتكون شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ليس تكون شهادة من فرؤية الله حق. والله ممكن أن يرى لأن الله نور. وعندما سئل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هل هو رأى ربه، قال نور إني أراه، وفي رواية أخرى قال إني رأيت نورا. والله في القرآن أيد إلى هذا المعنى وقال الله في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوغد من شجرة مباركة زيتونية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء وإن لم تمسسه نار نور على نور. فالله وصف نوره، قال الله نور السماوات والأرض، إن من أسماء الله الحسنى هو النور. ولذلك رؤية النور أحق من رؤية الأشياء، فرؤية الله لها واجبة الاعتقاد فيها. كما إنه مثلا النور يستعمل مثلا نور القمر المخلوق أو نور الشمس المخلوق أو ضياء الشمس، وقال الله وجعل القمر نورا والشمس ضياء، يعني حتى إن الله إنه هو نور يعرف يميز بين أنواع الأنوار، فقال بأن النور الذي يأتي من القمر نورا والشمس ضياء، وجعل القمر نورا والشمس ضياء. فالنور هو الذي يساعد على رؤية الأشياء، ففي عدم النور وعدم الضياء الشمس أو عدم وجود نار أو شمعة أو مصباح زيتي كما وصف في الآية يكون في عدم الرؤية للأشياء. فالنور هو يوري الأشياء الأخرى، ولذلك سمى نور من كلمة نوري أو نظهر. فلذلك إن الإنسان يرى النور أولى من يرى يستعمل النور ويرى به أشياء أخرى. ولذلك رؤية الله لا شك فيها مدام إن الله اسمه النور في أسماء الله الحسنى، وفي القرآن الله وصف نفسه الله نور السماوات والأرض، إنه في حقية لحجة إنه رؤية الله ممكنة. ورؤية الله في الدنيا هي للإقرار بالدين وبالإقرار للتوحيد وللإقرار بوجود الله، وهي من أسمى أهداف التصوف أو الإحسان في الدين، هو التقرب إلى الله حتى يرى العبد ربه. ولذلك طالب الإحسان أو تلميذ الإحسان يسمى بالدرويش، والدرويش هو دار وجه، يعني الذين يطلبون وجه الله. وقال الله فأينما تولوا فثم وجه الله، ولذلك الدرويش يلف حول نفسه للقول بأنه يطلب رؤية الله. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فإن كنت لم تراه، إنك لم يعني تصل مقامات الرجال، مقامات الصالحين، مقامات أولياء الله الصالحين والرسل والأنبياء، ورأيت الله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أعبده
عالما إن الله يرى. وقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عنده البصير، إن الله بصير بما يفعل عباده. وقال إن الله يرى النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولذلك الإحسان في الدين، ركن الإحسان أو التصوف، هو من جزئين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، تكون في حالة عبادة بعد أن رأيت الله كأنك لسه تراه، بهذا اليقين وبهذا التمكين وهذا الإتقان وهذا الإخلاص الذي ينبع من الرؤية. وإن لم تكن تراه فإنه يراك في مقام أقل، إنك أنت لسه ما لم يرفع عنك الله الحجاب ولم ترى الله، فأنت تعبده بإخلاص الذي يعرف إن الله يراه. زي مثلا العبد أو الخادم عندما يقال له أن تقوم بعمل معين في عدم وجود مراقبة أو متابعة لا يفعله متقنا أو كثيرا، أما الذي يعلم أن سيده مراقبه يقوم بعمله أكثر ويقوم بعمله متقن. وهو المقصود من هذا الإحسان في الدين الإسلامي وهذه الرؤية، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الإتقان، وهذا الإتقان الإحسان في الدين يأتي بأن المسلم العبد المسلم أو المريد، يسمى بالمريد الذي يريد وجه الله، ويسمى بالمريد لأنه الذي يحب الله. قال الله: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. وهم يريدون رؤية الله حبا في الله وتقرب إلى الله وتأييد لدين الله، ولأنه هو أكبر نعمة وأكبر متعة ممكن يتخيلها العقل الإنساني، لأن الله كامل الطهر وقدوس، له الأسماء الحسنى. كمالية الله وخير الله يجعل الله هو أحسن من كل شيء، ولذلك المسلمون يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي بأن الله أكبر من كل شيء. ولذلك المتعة والحلاوة والخير الذي يرى من التقرب إلى الله ومن رؤية الله. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي إن الله سبحانه وتعالى قال: لا يتقرب إليه العبد بشيء أحب إلى الله من الفرائض، وما زال العبد يتغرب لي بالنوافل حتى أحببته، وإن أحببته كنت عينه التي ينظر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فهذا الحديث يقول إنه الإنسان الذي يريد أن يتغرب إلى الله يتغرب إليه بالفرائض، بالصلاة والصوم والحج والزكاة. وما زال العبد يتغرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه الله. والتقرب إلى الله بالنوافل، النفل هو الشامة الزائدة في الجلد، تسمى بالنفل. ولذلك النوافل هي الأعمال الزائدة في الدين، يعني فوق الزكاة يدفع صدقة، فوق الحج يعمل عمرة، فوق شهادتنا لا إله إلا محمد رسول الله أن يذكر الله كثيرا، فوق الصوم رمضان يصوم الأيام البيض ويصوم الاثنين والخميس ويصوم يوم عرفة ويوم عاشوراء، ففوق كل عبادة فرض يعمل نوافل زائدة. ولكن تقليديا في المسلمين
النوافل اللي تعتبر زيادة، وزيادة هي يقصد بها الذات. يعني لو في تفاحتين الواحدة فيهم فيها لونها شوية أحمر أو فيها بقعة خضراء، فبتبقى لها حاجة زايدة عن باقي التفاحات تميز بها، تعرف بها، يميز بها ذاتها. ولذلك النوافل الزايدة يقصد بها الذات. ولذلك عند يفعل الإنسان يكون مقصده الله وذات الله ووجه الله. وقال الله: كل شيء فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالتقرب إلى الله وإلى وجه الله ذو الجلال والإكرام. وقال الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه دايرين الحضرة الله، أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله: ما كذب الفؤاد ما رأى. وقال الله: وسع كرسيه السماوات والأرض. إن ممكن الكرسي وجود الله، لأنه كرسيه هو مقعد الملك، الملك. إنه وسع كرسيه السماوات والأرض، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الله في فوق السماوات، ممكن يرى الله العبد في 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 الأرض، لأنه وسع كرسيه مقعده السماوات والأرض. هو فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي التصوف وفي الإحسان في لأنه الإنسان النافلة هي يقصد بها الذات، والزول يقصد ذات الله، بيكون في تعهد. فالإنسان اللي بيسوي الفرائض، الصلاة والصوم والزكاة والحج، هو عمل ما طلبه الله منه. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لم يشرك به شيئا. فالإنسان اللي بيسوي الفرائض خلاص يعتبر من المسلمين المؤمنين الذين لم أشركوا بالله، فلا يعذبون في النار. فلأن النافلة شيء زايد، شيء إضافي، الإنسان نظرته بيقى إلى الله زيادة فوق التعامل الرئيسي حق إنه زول عمل الفرض وما عذبه بالنار. زي مثلا إنسان مشى الحكومة، مشى المكتب بتاع الحكومي، عنده فورمات، عنده فايلات، استبيان ملاه، يقوم يمد الاستبيان بتاعه، يدوه الإمضاء ويمشي كعمل الفرض عليه. أما يسأل العامل في المكتب بتاع الحكومة إنه إنه حاجة إضافية، إنه مثلا يسألوا عن إنه من وين أو كده، دي حاجة نافلة، حاجة زايدة عن المفترض العمل. فنفس الشيء في الدين الإسلامي في الفرائض وفي النوافل، النوافل دي حاجات زائدة، تغرب إلى الله زيادة، فيروا فيها إنه لازم يكون في بيعة، لازم يكون في عهد، إنه لازم الإنسان ياخد طرق صوفية إلى الله، كلها ترجع إلى الصحابة وإلى مثل علي بن أبي طالب في أكثر في الحالات، أغلبية الطرق سلسلة الشيوخ بتاعتها بترجع لعلي بن أبي طالب وإلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه النوافل لذلك هي بتصح بعد بيعة مع شيخ، إنه الإنسان يتعهد في البيعة، إنه الإنسان يتعهد إلى الشيخ إنه لا يزني، لا يسرق، لا يقتل أبنائه، ولا يأتي بفاحشة، بهتان. فكل هذه الأشياء مذكورة في القرآن والحديث. النساء الأتن بايعن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال الله: الذين يبايعونك يد الله فوق أيديهم. إنه لازم تكون في بيعة بالتأدب حتى القيام بالنوافل للتقرب إلى الله في الدين الإسلامي.
لأن الله عظيم وإن الله ذو الجلال والإكرام، في أدب إنه ما بخلوا أي زول يتقرب إلى الله إلا زول بعد عاهدوه بالتأدب وعدم فعل الكبائر السيئة. زي مثلا طفل داير يمشي، سمع إنه عمه جاء البيت لأبوه، قامت أمه قالت له بخليك تمشي تقعد معاهم في الصالون لكن على شرط ما تبكي وما تزعجون. فالطفل بيقول لا كويس. فنفس الشيء في التصوف والإحسان في الإسلام، إنه الإنسان الذي يريد أن يتنفل، يريد أن يتغرب إلى الله، يريد أن يطلب الله بالرؤية، يريد وجه الله، يريد أن يفشي هذه الأشياء عن الله، يريد أن يفشي هذه الأشياء في المجتمع، إنه مثلا يكون في ذكر جماعي يقولون فيه بترديد اسم الله، يترجمون عن مشاعرهم، كله في كل هذه الأشياء إلا بعد بيعة عند شيخ. زي ما الطفل بعاهد أمه إنه لا يزعج ولا يبكي ولا يضرب أحد، فنفس الشيء في التصوف الإنسان بياخذ البيعة عند شيخ، وقال الله يد الله فوق أيديهم، إن الله يقر وإن الله يحب وإن الله يرضى بيعتهم. وهو من الإحسان، ومن الإحسان في الدين. فنفس الشيء الإنسان الذي يريد أن يفعل النوافل ويتقرب إلى الله أكثر يبايعونه إنه يتأدب إلى الله. وهنا بتأتي من أسمى معاني التصوف والإحسان، وهو تزكية النفس، إنه الإنسان ده لما الشيخ عرفه بايعه إنه ده يريد التقرب من الله ويريد رؤية الله، يقوم بتزكيته، يقول نحسن أخلاقه، نحسن تعامله مع الناس، نطهر قلبه. قال الله إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه الناس تتغرب إلى الله بقلب سليم، ما كذابين، ما أهل قيبة. قال الله يعني أتحب أن تأكل لحم أخيك ميتا فكرهتموه. فكل الأشياء السيئة الرذيلة في الأخلاق، الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور، كل الأخلاقيات السيئة، والإنسان يبقى إنسان أمين وإنسان صادق اللسان وإنسان كريم وإنسان محسن وإنسان كريم. فكل هذه التزكية، حتى قال الله قد أفلح من زكاها، وهو القول إنه الله قال إن النفس الأمارة بالسوء، وقد أفلح من زكاها، إنه اللي يتابع عند شيخ التصوف وإحسان عنده مقدرة بتحسين أدب هذا الإنسان، يعلمه كيف يتعامل مع الشيخ، يحترم الشيخ، يقعد في الأرض للشيخ، يسلم على يد الشيخ، يكون في صمت، يكون في أدب أمام الشيخ. فكل هذا يدربونه للتقرب إلى الله في أدب وإحسان. وهذه التزكية في تعلم الأخلاق منها جهاد النفس ونهي النفس عن الهوى، إنه الإنسان لو كان بيعمل ذنوب وسيئات، إنه الشيخ يعلمه وينهي عن هذه الأشياء، كله تجهيز للتقرب إلى الله وإلى رؤية الله وإلى الإحسان في العبادة. وهذا ينتهي بشيء يسمى هذا جهاد النفس الذي أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال أتينا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، فعندما سئل عن الجهاد الأكبر قال إنه جهاد النفس. وجهاد النفس يقصد به إنه الإنسان يتمسك في نفسه من السيئات من الذنوب، فيجاهدها
زي ما أصلاً لو في رجلين في صراع فالحجاز يحاول يمسك واحد من الثاني فنفس يجاهده، فنفس الشيء الإنسان يجاهد نفسه من عمل السيئات، ومن اتباع الشهوات، من الأكل الكثير والنوم الكثير والكلام الكثير والغنى الكثير واللعب الكثير والذهاب إلى بيوت الناس الكثير. ده كله يجاهد نفسه حتى ينقص منه ويؤدب نفسه، وهو يسمى جهاد النفس، وينتهي بفناء النفس. خلاص الإنسان يبقى مطاوع للدين، بدل يقعد يتبع في شهواته يبقى تاني يطبق في الدين، ويسهل عليه فعل النوافل من الذكر. والشيوخ شيء عظيم، يعني عظيم وشيء مهم بيسووه عشان يؤدبوا في جهاد النفس وتزكية الإنسان إلى التقرب إلى الله، حتى يتقرب إلى الله، بيدوه ورد أو وظيفة أو ذكر. وهو إنه مثلا يقول له الشيخ عن إنه بعد كل صلاة، دبر كل صلاة، يقوم بقول الباقيات الصالحات، الله أكبر سبحان الله والحمد لله، ويقوم بأذكار أخرى، الله الله لا إله إلا الله، الله أكبر، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا لطيف، يعني أذكار يقول لها وتكون بعدد معين. بيعرف الشيخ هذا التلميذ محتاج قدر شنو، انه يدوه شنو، فمن الاذكار، وهذه الاذكار وهذا الذكر لله، الله قال الذاكرين لله كثيرا والذاكرات، وقال الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلوب، هذه القلوب الشح، هذه القلوب الشهوانية، هذه القلوب المريضة، قال الله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. كل هذا الذكر لله يحسنهم، ويكون كالرقية، ويكون كالتطيب، ويكون تأديب لهذه النفس ولهذا الروح. وهذا الذكر يكون دافع، يشبع الروح للتقرب إلى الله، حتى يلقى المسلم والمريد، أو الحوار والمريد، أيضا يسمى بالحوار. قال الله حواري، قال الحواريون، والحوار يعني الإنسان الممكن تتحاور معه. يعني الإنسان لو بقى بعيد منك، لو كركت له وصرخت له كلمة كلمتين، صعب تتحاور معه من البعد. أما إلا يكون قريب منك في المكان، في المسافة، فتقدر تتكلم معه، تحاوره. وحوار يعني كانوا الحواريون هم الرجال التابعين لعيسى عليه السلام، كانوا من حوله أقرب أحسن العابدين، وأقرب الرجال الهامين للدين حول عيسى ابن مريم عليه السلام، وقالوا نحن أنصار الله، نصر الدين ونصر عيسى ابن مريم. ومرات المريد أو الدرويش يسمى بالحوار، وهي من كلمة قال الحواريون، يعني نحن أنصار الله، لأنه هم الحيران يسمى بهم المريدين، الذين هم حول الشيخ كثير، وهم يقومون بتنظيم الذكر الجماعي مثلا. وكل هذا النظام في الإحسان هو حتى ليتقرب العبد إلى الله بطريقة منظمة، في طريقة مؤدبة، في طريقة مرضيها لله ولرسوله. وقال الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا في الأدب، في القرب من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالأدب في من يريد التقرب إلى الله. ولذلك من أشهر الأشياء التي عرفت عن التصوف والإحسان في الدين الإسلامي هو الأخلاق العالية والكرم. يعني بيكون دائما شيوخ التصوف والإحسان عندهم تكية أو عندهم نفقة
فيها إطعام المساكين وإطعام طلبة القرآن، والحاجات دي يعني فيها مشهورة عن أهل التصوف والإحسان، هذا الكرم وحسن الأخلاق، وكله هو تدريب وتحسين للإنسان حتى يتقرب إلى الله بطريقة سليمة. ولذلك أهم معلومة عن التصوف والإحسان إنه هو تقرب إلى الله، طلب رؤية الله حتى يؤيد الإنسان إيمانه بالله، حتى يحسن العبادة بالله. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لم تراه فإنه يراك.